نستكمل بقى محاضرة الصباح. احنا دلوقتي جبنا اكتشفنا تاني افتكر بس مع بعض اللي احنا وصلنا له البناء اللي احنا وصلنا له لقينا كمية رائعة بتعبر عن الكيرفتشر بتاع السبيس تايم اللي هي ريمان تنسور وبعدين ريمان تنسور دي لقينا ليها خواص سيمتري بروبرتيز. السيمتري بروبرتيز دي نزلت عدد الاندبندنت كومبوننت اوف دي ريمان تنسور من 256 كومبوننت الى 20 كومبوننت اندبندنت اوف ايتش اذر. فدلوقتي في very rich left hand side of number square phi بتساوي 4 pi g rho. قلنا ده هيبقى ليه علاقة بالcurvature وده علاقة بالإيه بالمادة. يبقى instead of one component equation اللي هي في معادلة نيوتن لقينا ان كده left hand side there is a promise of 20 component of something expressed the curvature. قلنا معادلة أينشتاين هتبقى ان الcurvature بتسببه الماس والانرجي. اوكي هنعيش حياتنا شويه مع لسه مع الار الفا بيتا ميو نيو اللي هو ريمان تنسور وهنتعرف على حاجه اسمها كونتر اكشن. الكونتر اكشن بتاعه ريمان تنسور هنعمل فيه تو كونتر اكشنز. هنطلع منه حاجة اسمها ريتشي تنسر كتب كده R-I-C-C-I تنسر و ريتشي سكيلر. هنجد ان الاثنين ده هم هيكونوا الكانديديتس المهمين جدا اللي هيخشوا جي ميو نيو جي كابيتال ميو نيو اللي هو أينشتاين تنسور. اوكي ده هنسميه R بيتا ميو وده هنسميه R. اوكي هنجد ان الجي ميو نيو ده اللي هو أينشتاين تنسور اللي هيبقى الليفت هاند سايد اوف هيز إيكويشن ذات وود ريبليس ذا نيوتونيان إكسبريشن بالاثنين دول. فعشان كده انا عايز I wanna spend some time to discuss ريتشي تنسور اللي جاي من ريمان تنسور. اوكي كونتراكشن انت فاكرين لما اتعلمنا مع بعض احدى في الالجبرا بتاعه التنسور كنا انا ممكن التنسور دايما اعمل ايه كونتراكشن ما بين تو تنسورز واحد يبقى تحت وواحد يبقى فوق الاندسيز يبقوا اللي ما بيذكروا بيذكروا يعني بنفس نفس السيمبل فايه بنجمع على الحاجه اللي هي ايه اللي هي ريبيتد اندكس. فال هنعرف هنا ريتشي تنسور اهو ريتشي تنسور از عباره عن ايه ار الفا بيتا الفا نيو. شايف شايف الفا دي يا ولد الالفا ديت ايه الالفا هي الفا يبقى دي معناها دي معناها ايه ديت دي معناها دي معناها this means R 0 بيتا 0 نيو زائد R 1 بيتا 1 نيو زائد R 2 بيتا 2 نيو زائد R 3 بيتا 3 نيو. واحنا اثبتنا لما يكون عندي تنسور فورث رانك تنسور زي ده واحد upper index contravariant component وثلاثة covariant component وعملت كونتراكشن للابر مع الواحد من اللور ده يبقى عباره عن ايه سكند رانك تنسور. This is a second rank tensor. You can prove this by the transformation. اوكي يعني انت عارفين الترانسفورميشن بتاع ده لو انت لو ده الفا بيتا ميو نيو الترانسفورميشن بتاع ده هتعملها ار داش الفا بيتا تيجي كاتب البتاع اللي فيها قدامها كم جاكوبيان اندكس اربعه وبعدين كمية وبعدين تخلي واحدة فيهم الألفا تبقى هي بتساوي الميو هتبص هيطلع لك معايا كرونيكر دلتا
الكرونيكال دلتا يجي مديك كميه بتتحول كانها ايه سكند رانجت. اوكي فديت يعني عملناها قبل كده واحنا اتدربنا عليها خلاص سفحنا العرق في هذا الايه المشوار قبل كده فمش هنكرره تاني. لا المهم ان ده ايه سكند رانك تنسور يعني اتس دي زيرو كاما 2 تنسور فيري امبورتنت. اوكي طيب تعالى الاول ايه هو ده يعني يونيك يعني وانا ما ينفعش اعمل الفا الفا يعني انا كنت ممكن مثلا ايه هنناقش الحكايه دي دلوقتي هنثبت ان ار الفا الفا ميو نيو ده بصفر لو عملت دي مساله 13 دول هوم ورك في الهوم ورك بس انا هناقشها يعني لو عملت ار الفا بيتا نيو الفا لو انت عملت كده لو عملت كونتراكشن ما بين الاول والاخير هتحصل على سالب ار الفا بيتا الفا نيو يعني 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 ده سالب يعني ده سالب الار بيتا نيو بتاعتنا. اوكي فمفيش اندبندنت يعني فايه ففي ناس في بعض كتب في بعض كتب يعرفوا ريتشي تنسور بالشكل ده ان هو يعمل كونتراكشن ما بين الاول والرابع. ارتن واخد الاول والثالث موست اوف ذا تكست يعني بياخد الاول والايه والثالث لكن تبقى كيرفول يعني انت وانت بتزق او انت بتشوف كود المعادلات شوف الايه هو الراجل ده بيعرف الايه الريتشي تنسور بتاعه ازاي. اوكي هنثبتها دي كمان شويه بس خلونا بس الاول ايه الاول نسبه خاصيه في منتهى الاهميه للار بيتا نيو. الار بيتا نيو بتساوي الار نيو بيتا. This is extremely important. ده اللي دي بدايه الطريق لكتابه معادله اينشتاين ان هو ايه سيمتريك تنسور. سيمتريك تنسور. تعالى كده نشوف الحكايه دي ايه. R بيتا نيو عبارة عن إيه؟ عبارة عن G ألفا ميو R ألفا بيتا ميو نيو كده بقى معادي ما هديت بتعمل إيه؟ ديت بترفع الألفا توديها ميو هنا مش كده يا ولد؟ مش ديت ميو ألفا هي ألفا ميو اوكي الجي از سيمتريك فلما تلاقيني عاملها الفا ميو او ميو الفا هي يعني ف ذس از جود يعني ذس از فاين رايت جايز ار بيتا نيو بتساوي جي الفا ميو ار الفا بيتا ميو نيو. اوكي طب بيتا نيو ام سوري ار نيو بيتا بتساوي ايه؟ بتساوي جي الفا ميو مش هتتغير ار الفا نيو ميو بيتا كل اللي عملته ده بيساوي جي الفا ميو ار جي ميو الفا اتس سيمتريك ار الفا نيو ميو بيتا تساوي جي ميو الفا ار ميو بيتا ميو بيتا الفا نيو. حد يزعل مني في حاجه؟ احنا لسه عارفين الاثنين دول ينطوا هنا يحل محل الاثنين دولت يعطيني الخاصيه الثالثه من صح يا راجل؟ طيب اللي هي عباره عن ايه بقى؟ اللي هي عباره عن جي ميو الفا ميو الفا في ار في ار الفا بيتا ميو. اوكي احنا بص كده اوكي احنا كده بيتا ميو اللي هي جي الفا بيتا ميو ميو صفر كلها يا ولدي هنا عندي كده بص يا ولد هنا عندي ايه؟ شايف النقله دي؟ النقله دي مين يقدر يفسرها لي؟ دي خطوتين من الاولى لا 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 انا دلوقتي انا استعملت هنا ايه؟ السيمتري
symmetry of R ميو بيتا الفا نيو. اوكي ده سيمتري خلاص مفيش حاجه. وبعدين جيت انا عامل ايه؟ عملت بدلت الانتسيز مرتين. لا ما مع لا هنا 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 بس هنا ايه؟ هنا هنعمل اللي هو الميو تروح وتيجي مع الفا. ليه؟ لان ال دول دمي يعني انا بص انا بجمع على ميو وبجمع على الفا. فانا اي كان كول ميو الفا انا اي كان كول الفا ميو صح كده الكلام؟ يبقى ميو الفا ار الفا بيتا نيو. بس ده ايه اصلا بقى؟ يعني ده ايه؟ دامي. بس ده ايه اصلا؟ ذاتس ذا ديفينيشن اوف مين. ابص كده ابص للاستاذ ده هتبص تلاقي ده هو ده. طبعا ديت ايه؟ الفا ميو ده سيمتريك مفيش حاجه فديت هي يعني. هتبص تلاقي ده يعني كومبير with one اللي هي دي. هتبص تلاقي ايه؟ يبقى اثبتنا ايه؟ ان ار بيتا ميو بتساوي ار ميو بيتا. يبقى اذا ايه؟ يبقى عندي يبقى تو ستيبس. واحده بستعمل السيمتري بتاع الار ريمانيان تنسور ابو كله تحت. وبعد كده بستعمل الحكايه الايه؟ ان الالفا والميو دولت ايه؟ دامي انديسيز بجمع عليهم فاي كان ايه؟ وممكن برضه يا دكتور اي كان رينيم. المهم احنا وصلنا للنتيجه ان الناحيه اليمين بتساوي الناحيه الشمال. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى ار بيتا ميو نيو بتساوي ار نيو بيتا. يبقى اذا ده سيمتريك ايه؟ سيمتريك تنسور. اوكي؟ تعالوا بس نشوفوا المساله بتاعت نمره 13 اللي انا كنت بقول لكم عليها دي اللي هي بتاعت ايه؟ لو انا عملت مثلا ار جاما جاما ار جاما جاما الفا بيتا يا ترى دي بتساوي كام؟ يعني لو عملت ايه؟ لو عملت كونتراكشن ما بين الايه الاول والثاني. تعالوا نشوفه كده اهو. احنا عندنا السيمتري ار دلتا جاما الفا بيتا زائد ار دلتا هي بيتا جاما الفا زائد ار دلتا الفا بيتا جاما بتساوي صفر مش كده يا جدع؟ البيتا تبقى هنا البيتا تبقى هنا وايه وبعدين تزق صح ولا لا؟ مش كده؟ دلتا جاما الفا بيتا دلتا بيتا بيتا جاما الفا وبعدين الالفا تبقى هنا بيتا جاما صح. ديت اللي هي الخاصيه الثالثه ديت ايه؟ بروبرتي الرابعه الرابعه صح جدع سيمتري 4 انا اسف سيمتري نمبر 4 كان كده ماشي. طيب انا بقى عندي ايه؟ اضرب في ايه؟ في جي جاما دلتا في البتاعتين دول اهو. يبقى جي جاما دلتا بار دلتا جاما الفا بيتا زائد ار دلتا بيتا جاما الفا زائد ار دلتا الفا بيتا جاما بيساوي صفر. فنكتبها بقى بالتفصيل الممل. ادي جي جاما دلتا ار دلتا جاما جاما الفا بيتا زائد جي جاما دلتا ار دلتا بيتا جاما الفا زائد جي جاما دلتا ار دلتا الفا بيتا جاما بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. فديت يا سيدي من لو انت ايه؟ جي جاما دلتا ار دلتا جاما الفا بيتا عشان اعمل فيها حاجه. هنا بقى دي هنا دي بتساوي ايه؟ جاما دلتا ودلتا هنا فدي خليها جاما ويبقى جاما مع التالت يبقى دي عباره عن مين؟ ريتشي تنسور ار الفا بيتا صح يا جدع؟ او ار بيتا الفا بيتا ما احنا اثبتنا جدع شاطر. وهنا ناقص هنا جي جاما دلتا ار دلتا الفا جاما بيتا بتساوي صفر. ايه اللي حصل هنا بقى؟ دلتا الفا زي ما هي وجيت ايه؟ استعملت السيمتري بتاع تبديل اخر اثنين يعطيني اشاره سالبه صح كده؟ طب بالله عليك جاما دلتا ودلتا تخلي دي جاما ويبقى دي عباره عن ايه؟ ار الفا بيتا
مش كده يا ولد؟ وار الفا بيتا وار بيتا الفا بايه؟ بيساووا بعض فيجي رايحين يبقى ده يبقى البتاع ده هو بكام؟ صفر. يبقى جي جاما دلتا ار دلتا جاما الفا بيتا بيساوي ايه؟ ار الدلتا تطلع تبقى جاما وادي دي هي تبقى جاما الفا بيتا طلعت انها بتساوي صفر. يبقى اذا ايه لما نعمل بقول هو انا مسموح لي ان انا اقول ان اللي فوق ده بيساوي ار الفا بيتا على طول؟ ايه دي نو no. انا اثبت انها بصفر. ايوه انا عارف. هل انا مسموح لي بعد ده لوحده كده بالكونتراكشن اقول ان هو بيساوي ار الفا بيتا اللي هي بتساوي صفر؟ لا بس ما تسمهاش ار بقى عشان بس ما نتلخبطوش مع ريتش تنسو. انت اسمك ايه؟ احمد الفا بيتا. ماشي فاحمد الفا بيتا بصفر لما تعمل كونتراكشن الاول مع الثاني. مش لازم يطلعوا نفس التنسور يعني. لا هو انا قصدي ان مش التنسور ده ار ار جاما الفا بيتا ار جاما جاما الفا بيتا بيساوي برضو ار جاما جاما بيتا الفا بس مش لازم ينفع بيساوي نيجاتيف قصدي. لا لا اسمعني بس اسمعني بس الخواص اللي انا عملتها الخواص اللي انا عملتها ما كانتش دي فوق. الخواص السيمتري اللي انا عملتها كانت كلها للحاجات اللي تحت. اوكي اوكي طيب انا عرفت المستيك فيه بس المهم انتوا زي الفل كده يا شطار حلوين. طيب يبقى اذا ايه؟ يبقى لو عملت كونتراكشن للاول مع الثاني هيعطيني صفر. انت بقى في الهوم ورك بتاعك لما تعمل كونتراكشن الاول مع الرابع انا عملت لكم حته اهو. يبقى انتوا بقى في الهوم ورك بقى اديهم 13 وبس تعملوا كله. اوكي؟ ماشي. مساله 13 دي مساله 13. اوكي. ماشي يا رجاله يبقى اذا ايه؟ تعالوا بقى نشوفوا ايه؟ دي احنا الحقيقه لما اما هنناقش دلوقتي في الجزء الثاني من المحاضره دلوقتي هنجد ان الرو ده اهي اللي هي مثلا هيبقى هنا ايه حاجات كومبوننت بقى اللي هي فيها مين ال20 كومبوننت بتوع اسمه ايه ده الريمانيان تنسور او حاجات منه او يمكن حاجات زي كده تكون مثلا ايه كونتراكشن منه. هاو ميني كومبوننت للار ديت اللي هي ريتشي تنسور هاو ميني كومبوننت هاو ميني اندبندنت كومبوننت دو وي هاف؟ كان انا دايمنشن هيبقى عندي 6 او 10 شو اسمه سيمتري سيمتري يبقى 10 يبقى لا فممكن دي تبقى 10 بدل ما 20 لو احنا بدل الار اللي هو ريمان تنسور 24 اندبندنت كومبوننت لو عملنا كونتر اكشن وطلعنا منه بتاع ده اسمه ريتش تنسور هتبقى ايه الجرافيتيشنال فيلد كومبوننت هيبقوا 10 مش هيبقوا ايه مش هيبقوا 20 هيبقوا 10 برضه حلو ريتش يعني ريتش ستراكشر يعني حاجه هيصه يعني واخد بالك غير الايه غير الـ الـ المعادله القرعه دي. طيب المهم احنا المعادله القرعه دي لما هنناقشها هنجد ان الرو ده بالفعل مفروض تستبدل بتنسور اسمه ستريس انرجي تنسور ستريس انرجي مومنتم تنسور هنشرح هنعيش حياتنا معاها الاسبوع اللي جاي اللي هو تي ميو نيو وهنجد ان هو سيمتريك. اوكي فيبقى ايه حاجه في الكيرفتشر سيمتريك بتساوي حاجه في الايه الانرجي ماس سيمتريك سكند رانك تنسور. هيبقى قدامي مين؟ هيبقى قدامي ايه 10 معادلات. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا الجزء ده هيبقى فيه اكيد ريتش تنسور هيكون موجود فيه. قول لي يا بابا عايز هو بس انا عايز اعرف احنا عمالين نثبت التنسورز اللي احنا بنجيبها دي هي حاجات فيزيكال صح كده؟ لا احنا رياضه لحد دلوقتي احنا شغالين ديفرنشال جيومتري بلعب رياضه معايا متريك بادئ بيه متريك والكيرفد مانيفولد وكل الرياضه بتاعت المانيفولد والكالكولس بتاعت التنسور والحاجات دي تمام جيومتريكلي بلاش فيزيكلي جيومتريكلي معناه ايه ان انا الاقي الكيرفد يعني الكيرفد تنسور في السيمتريز اللي احنا جبناها دي ماشي معناه ايه معناه ان النمبر اوف اندبندنت كومبوننت ما هي مش كلها اندبندنت كومبوننت وانما they are related to each other زي بالضبط ما في الالكتروداينامكس ما كان عندي انا الاف ميو نيو اللي هي التنسور الانتي سيمتريك تنسور نزلت لي من 16 لما سالتك على اعدادها قلت لي 16 نزلت لي 6
فذاتس هاو لقينا الفيزيكال كوانتيتي اللي عايشه معانا بالتجربه هي دي اللي هما السته ما فيش ايه مش اكتر من كده. فخلونا بس احنا الفيزياء هنشبعك فيزياء بس مش دلوقتي. خلونا بس احنا دلوقتي ايه نكمل الريتشي تنسور ده اوكي البروبرتيز بتاعه اوكي. اوكي تعال نشوف يبقى احنا دلوقتي يا اولاد مين اللي بيحكم على الكيرفتشر؟ مين اللي بيحكم على الكيرفتشر؟ اللي بيحكم على الكيرفتشر مش ريتشي تنسو وانما ريمان تنسو. يا اللي عايز حاجه يا ابني؟ لا لا مش هو ريتشي مش ريتشي تنسو ولا ريتشي كونسنت سكيلر. انا ريتشي سكيلر هنعمله دلوقتي اوكي. ولا تعالى نعمل ريتشي سكيلر وبعدين نرجع تاني للي انا بقول عليه ده. ريتشي سكيلر ده ايه بقى؟ ريتشي سكيلر ماشي هارون عايز ايه يا ولد؟ تعالى الكيرفتشر سكيلر لو ريتش سكيلر وبعدين هنرجع للتطبيق اللطيف ده لو ار. ار بقى جاي من مين؟ جاي من ريتش تنسور. لو ار از ديفايند از جي بيتا نيو ار بيتا نيو. شايف؟ هنعمل ايه؟ هنعمل contraction لاثنين بحيث ما يفضلش ولا ايه تفضل بتاع ايه شايف ديت لها شعر وديت لها رجلين الشعر والرجلين لخبطوا مع بعض طلعت له واحده قرعه نزلت الباروكه خالص قر طلعت ايه قرعه ايه خالص ده بس ده function ده function في الكوردينيت مش سكيلر يعني رقم ثابت لا سكيلر function سكيلر function جدع يعني دي معناها ايه دي معناها بالعربي كده اهو G 0 0 R 0 0 زائد G 0 1 R 1 0 زائد كم بتاع دولت كم واحدة 16 انت عندك الجيم يو نيو 16 بواطيك يا جماعة فدول 16 ايه كلهم مجموعين مع بعض مجموعين على بعض بس المهم اللي فوق زي اللي تحت اللي فوق زي اللي تحت اللي فوق زي اللي تحت that's what we call a Ricci scalar وهو طبعا ايه 1 كومبوننت وطبعا يو كان بروف اتس سكيلر يعني لما تعمل تجيب الار داش لما تيجي تعمل عارف انت دي لما تيجي تساوي جي داش ار داش لما تيجي تعمل التحويلات بتاع ديت وبتاع ديت تعيش حياتك بقى هيطلع لك كرونيكال دلتا خالص في الاخر بتاعه ايه هيطلع هو ده يعني هتلاقي الار داش بتساوي الاور في الاخر فهو ايه اتس سكيلر يبقى ماشي ده نسميه ريتش سكيلر ده برضه هيخش في الاستراكشر بتاع اينشتاين تنسور جيم يو نيو اللي هو مش هقول لكم عليه دلوقتي تعالوا بس نشوفوا ايه تعالوا نشوفوا المثال اللطيف ده وبعدين نطبق برضو على الكوره اللي هي دايما عايشه معانا لكن قبل ما نسال ده احنا عندنا نابلا سكوير 5 يساوي 4 باي جي رو في الايه في الريلاتيفيتي قصدي الجرافيتي بتاعت نيوتن ايه رو ديت طبعا انتوا عارفين دي جايه منين يا اولاد مش كده افكركم بس بيها الناس اللي بتوع الفيزياء بتاعت سنه اولى انت لو انت عندك ماده كده منتشره كويس فانت مثلا ايه كنا نظبط الحاجات تاخد حته ماده كده وبعدين ايه نعمل حواليها كلوزد بتاع ده اسمه سيرفيس وبعدين التكامل بتاع ايه بتاع الاي دوت دي اي او الجي دوت دي اي اللي هو ده الاريا بتاعتي مش كده يا ولد بيساوي ايه بيساوي اللي هو 4 باي جي وبعدين الجي دوت عباره عن شوف انت بقى حياتك بقى اللي هي ايه عباره عن ايه ام على جي ام على ايه على ار سكوير والمهم في الحكايه خالص فانت في ايه نابلا دوت جي دي كيوب في نابلا دوت جي خليك معايا الحته دي عايزك تركز معايا فيها والنبي ها بتساوي ايه بتساوي سالب 4 باي جي رو دي كيوب في اوكي فدي تروح مع ده هي وبعدين انا عندي الفاي
الجراد فاي الجي بيساوي سالب جراد فاي، فسالب جراد فاي بتساوي سالب 4 باي جي رو، يبقى السالب تروح مع السالب. يعني المهم انا عندي ايه؟ نبلا سكوير فاي دي اللي هي اللابلاس او بواسون ايكويشن هنا، اللي هو التفاضل الثاني لفاي باي دي اكس سكوير زي التفاضل الثاني لفاي واي سكوير زي التفاضل الثاني لفاي زي زي سكوير عند نقطه. عند نقطه يعني ايه؟ يعني انا كنت باخد حوالين النقطه كره صغيره كده او سايز صغير كده، وبعدين ناخد الليميت لما الفوليوم يقل للصفر. فده لو انا في الفاكيوم، لو انا في حته يعني مثلا في ماده هنا، في ماده هنا وخارج الماده في فاكيوم، ففي الحته ده ايه؟ لو انا خدت كره هنا هل في رو انسايد؟ يبقى نابلا سكوير فاي بكام؟ نابلا سكوير فاي بصفر، مع ان فاي ما بتساويش صفر. يعني الفاي في الحته دي عماله تتغير، لكن النابلا سكوير فاي بتساوي صفر في الفاكيوم. اوكي، يبقى في الفاكيوم نابلا سكوير فاي بتساوي صفر. فاحنا لما نكتب معادلات اينشتاين للمجال هنجد ان الناحيه الشمال هنا هيبقى فيها ايه؟ الار ميو نيو، والناحيه اليمين هيبقى فيها ايه؟ حاجه كده في الايه؟ في التي ميو نيو. فطبعا التي ميو نيو ده هي لو انا في حته في فاكيوم، يعني مثلا عندي ماده بتخلق الكيرفتشر، ففي الحته ده اهو انا مثلا عندي الشمس اهي او اي حاجه بتعمل كيرفتشر في الحته دي. اوكي، الناحيه اليمين في المعادله، الناحيه اليمين في المعادله هنا مفيش ماده، يبقى الناحيه اليمين في المعادله بكام؟ بصفر، زي ما كنا بنقول نابلا سكوير فاي. نابلا سكوير فاي فهنا برضه ايه؟ فتبقى الناحيه اليمين للمعادله. يعني المفروض انا ان فاكيوم، ان فاكيوم مفروض الار بيتا نيو بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. بس مش معنى كده ان الكومبوننتس بتوع ريمان تنسور بيساوي صفر. ريمان يقعدوا يلعبوا مع بعض كده بحيث ايه؟ في الحته اللي ما فيهاش ماده، احنا عارفين الار بيتا نيو معرفه من ايه؟ عامل كونتراكشن من ريمان تنسور، او ريمان تنسور بقى يقعدوا يلعبوا مع بعض كده بحيث يحطوني في صفر في الاخر في الحته اللي ما فيهاش ماده. ماشي؟ فانا هي دي النقطه بقى اللي انا عايز ابدا بيها. افرض انا دلوقتي عندي الطبيعه كانت تايم واثنين سبيس. يعني ايه؟ يعني مثلا في ال اي اف كان البتاع الجي ميو نيو بتساوي دايجونال سالب 1 و1 و1 مثلا يعني. انا بقى ايه حاسبت لحضرتك دلوقتي ان لو اف ذيس از ذا كيس مش ممكن ابدا يبقى في جرافيتي في العالم ده. ليه مش هيبقى في جرافيتي في العالم ده؟ هتكون معادله الفاكيوم، معادله الفاكيوم اللي هي زي دي هتبقى الار بيتا نيو بصفر زيها زي عندنا هنا، لكن نتيجه للعدد بتاع الكومبوننتس ديت والكومبوننتس الثانيه هنجد ايه؟ هنجد ان ديت بين صفر هتخلي ريمان تنسور بصفر، كل الكومبوننتس بتاعته صفر، يبقى مفيش كيرفتشر، مفيش جرافيتي. خدين بالكم، تعالوا نشوف ونعد. احنا عندنا مثلا ان 4 دي، ان 4 دي انا عندي اتفقنا بقى ار الفا بيتا جاما دلتا، دول كام اندبندنت كومبوننت؟ 20 كومبوننت. طيب الار بيتا نيو اللي هي جايه من ديت، دول كام كومبوننت؟ 10. في معادله الفاكيوم دول يساوي صفر. هيبقى عندي انا هنا براح ان ال 20 كومبوننت دول يعطيني الكونتراكشن بتاعهم صفار، لكن هم ما يبقوش بيساوي صفار. كل الاثنين مع بعض عيش حياتك بقى، هنعملها احنا لما مثلا سفيريكال سيستم وحاجات، لما نشتغل على ايه؟ شوارتشارد بتاع ديناميتري. المهم تعال نشوف ال 3 دي. ال 3 دي اخبارها ايه؟ تعال نعد ليت اس كاونت النمبر اوف اير، وكل الخواص بتاعت ريمان تنسور كلها هنا موجوده في ال 3 دي زي ما فيش حاجه. احنا لما كنا بنشتغل في ريمان تنسور اي ديد نوت منشن ذا نمبر اوف كوردينيتس. اوكي، فكل كلامنا شغال يعني. فهنا تعالى يا سيدي اهو ار ميو نيو او الفا بيتا ميو نيو ان 3 ان 3 دي. وطبعا برضو ايه الحاجات اللي هي اللي هتتكرر ما قداميش بقى غير مين الحاجات اللي هي زي ما عملت قبل كده، نعد اهو
الميو نيو اهي وادي الالفا بيتا اهي، هيبقى عندك 0 1 و 0 2 و 1 2. انا عندي ايه 0 و 1 و 2 اللي هي الميو ونيو والفا وبيتا، ما تاخدش غير الحاجات دول، ودول برضو ايه 0 1 و 0 2 و ايه و 1 2. فانت عندك الكميات بتاعتك بقى، يبقى عندك هنا دي ايه ار 0 1 0 1 و ار 0 1 0 2 ماشي ماشي كده مثلا، و ار 0 1 1 2 و ار 0 2 0 1 و ار 0 2 0 2 و ار 0 2 1 2 و ار 1 2 0 1 و ار 1 2 0 2 و ار 1 2 1 2. انت فاهم انا بعمل ايه؟ بكتب كل الايه. تعالوا بقى ايه، يبقى انا عمال نعد طبعا الحاجات اللي شبه كل السيمتري بروبرتيز شغاله برضه. انا بجيب النمبر اوف اندبندنت كومبوننت هنا ماشي، فالنمبر اوف زي ما عملت هناك في الفور ده، من هناك كان في عندي حاجه ثانيه، كان في 0 3 وبعدين هو الحاجات الثانيه كان فيها حاجات اكتر. فهنا عندي 9 كومبوننتس بس ايه بقى، بص كده دي يبقى هي 9 كومبوننت نطرح منها الحاجات اللي هي اللي قد بعضها. ايه رايك دي ودي ماينس 1 يعني ليه ايه ار 0 2 0 1 علشان بيكوز ات از ايكوال تو R0102 اللي هو اللي صح يا بابا؟ يبقى دي هتروح اخبار ديت ايه؟ ماينس 1 1201 دي هي نفسها صح يا ولد؟ ايه؟ وايه رايك في دي؟ صح؟ يبقى ايه؟ ماينس 1 يبقى 6. يبقى فيه 6 كومبوننتس من مين؟ من ريمان تنسر. يبقى 6 اندبندنت كومبوننت، 6 اندبندنت component of Riemann tensor. Okay؟ طب تعال نشوف النمبر اوف كومبوننتس بتاعت مين؟ بتاعت معادلة الفاكيوم للايه؟ لاينشتاين هنا. هنا ار بيتا نيو بتساوي صفر اللي هي اسمه ايه ده؟ الجدع ده اسمه ريتشي، ريتشي تنسور المفروض بيساوي صفر. دول كم معادلة؟ How many equations here؟ لا 10 ليه بقى؟ احنا مش في 4 بس 10 مش كده 3 في 3 في 9 تطلع يبقى 6 يبقى 6 ايكويشنز. ايوه شايف هناك كانوا 20 و10 هنا 6 و6. طب ما يمكن الستة دول برضو يلعبوا مع بعض كده ويخلوا لي بحيث يبقى برضو ليها قيمه يعني. لا بس تعال نشوف نعملها بالتفصيل اهو. تعال كده تعال نشوف مثلا ايه، تعال نجيب ار 0 0. انا دلوقتي عايز اجيب ايه، انتوا عارفين انا بعمل ايه؟ عايز اجيب دلوقتي مين؟ عايز اجيب فاكيوم ايكويشن ام 3 دي لايه؟ فده معناه ان ريتشي تنسر بيساوي صفر في الحته يعني اللي ما فيهاش ماده يعني. فبنجيبوا ايه الكومبوننتس المختلفه اهو ار 0 0 دي بتساوي ايه، تعريفها ايه؟ بتساوي جي الفا دلتا ار بص بيتا نيو تساوي دي دلتا بيتا الفا نيو. ده اللي احنا عارفينه. فتعالى بقى نجيب واحد بقى ار 0 0 بتساوي كام؟ بتساوي جي الفا دلتا ار دلتا 0 الفا 0. شايفين ايه يا ولد انا بعمل ايه؟ بحط البيتا ب 0 والنيو ب 0، بحط البيتا ب 0 والنيو ب 0 صح كده؟ تعالى بقى نشوف الايه البتاعه بتاعتي دي. اولا ايه؟ انا عندي قيم الدلتا، الدلتا بتساوي ايه؟ الدلتا يا اما بتساوي صفر يا اما بتساوي واحد يا اما بتساوي اثنين، وهم ثلاث كومبوننت الالفا والدلتا بتساوي الكلام ده. اوكي؟ طب خد الدلتا كده ايه؟ خد الدلتا بصفر، لو الدلتا بصفر هتديني صفر صفر يبقى ايه؟ يبقى تاكن دلتا بصفر يبقى ايه؟ مش هتبقى مفيدة هنا لأنها هتعطيني صفر. طب خد الدلتا بواحد يبقى ار 0 0 بتساوي واحد، يبقى جي لو دي واحد وديت الايه؟ الجي الفا دلتا. احنا شغالين في ال اي اف يعني ده عبارة عن ايه؟ اللي هو ايه اللي هي دي سالب واحد واحد ماشي سالب واحد واحد واحد.
فهتبقى ايه جي واحد واحد ار واحد زيرو واحد زيرو صح زائد جي مفيش غير ان اتنين اتنين ار اتنين صفر اتنين صفر الجي واحد واحد بواحد والجي اتنين اتنين بواحد يبقى ار واحد صفر واحد صفر زائد ار اتنين صفر اتنين صفر يبقى ار صفر صفر اهو يبقى لو كان ده بصفر يبقى الاتنين دول بصفر مجموعهم الاثنين بصفر بس مش لازم كل واحد فيهم يساوي صفر عارف لو ده 3 وده سالب 3 يبقى فيه كيرفتشر فاهمين يا رجال فاهمين انا بعمل ايه طب ها انت سرحان يا سعداوي لا بقى يعني بفول الماث بقى اوكي لو انت عندك سؤال قول لي ها لو جبنا واحد 2 يديله 1 2 اي جدع انت بقى ايه بقى افضل عيش حياتك بقى هكمل بقى بنفس الطريقه دهيت فانا هكتب لك الايه الكومبوننتس بتاعتي اهو ار 1 0 هيفضل منها بس ايه ار 2 1 2 0 ادي واحده وبعدين يا سيدي ما له انت ار 1 2 بتساوي سالب ار 0 1 0 2 سالب ليه علشان الجي 0 0 بسالب 1 ها وار 2 0 بتساوي ار 1 2 1 0 وبعدين ار 2 2 بتساوي سالب ار 0 2 0 2 زائد ار 1 2 1 2 زائد ار 1 1 بنفس المنطق انا عملتها بالتفاصيل كلها 1 زائد ار ايه 2 1 2 ار 1 1 اللي هو ايه 1 2 2 1 ثانيه بس 0 1 0 1 اوكي وكده عملناهم كلهم صح كده كام واحد ار 2 0 عملت ار 2 0 انا يبقى 1 2 3 4 5 6 ايكويشن فاول حاجه ايه فاول حاجه الفاكيوم ايكويشن 0 هيجي مطير لي ده ومطير لي ده ومطير لي ده يبقى دول ايه يبقى فاكيوم ايكويشن 0 خلالي الثلاث كومبوننت ار 2 1 2 0 يساوي صفر وار 0 1 0 2 بيساوي صفر وار 1 2 1 0 يساوي صفر الثلاثه دول بيساوي صفر فاضل ثلاثه احتمال ما يساويش صفر لما تيجي تحط دي بصفر ودي بصفر ودي بصفر وتستخدم السيمتري بتاع الار الفا بيتا ميو نيو هتجد ان ما قدامكش غير كل انديفيديوال ترم فيه مساوي صفر حاجه بتساوي كده نفسها ايه هتطلع حاجه بتساوي كده نفسها جدع فانا do you want me to do it to the end يعني ولا انتوا فاهمين المهم هتبص تلاقي لو انا يبقى انا كده معنى كده ان الفاكيوم ايكويشن لاينشتاين بتقول ان اقل نمبر for the gravity to exist or the curvature to exist is 4 واحد تايم واثنين وثلاثة ايه وثلاثة سبيشال ايه components او dimensions او اكتر هي كده ما فرقتش ما بين السبيشال والتايم بقى هي كده قالت ان انا محتاج 4 وخلاص يا جدع انت يا جدع انت السالب ايه عيش حياتك بالتفاصيل بقى ايوه ما قالتلناش ان لازم يكون في واحد بسالب قالتلنا ان انا 3 4 خلاص 4 بعدين دي هتلاقيها برهان حاضر المهم فور ناو الاكسرسايز اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا دلوقتي في حاجات نتائج انا دلوقتي بقدر اتكلم عنها عن تركيب المانيفولد عندي حاجات فيري ديب ما كنتش احلم ان انا اعملها ايه اعملها قبل كده احنا كنا بنفرض السيستم على الايه السيستم كورنيت على المجموعه هنا دلوقتي الـ زي بالظبط ما استنتجنا مع بعض ان انا ما اقدرش اعمل اكس واي زي تي كارتيزيان كوردينيت في وجود الجرافيتي ما اقدرش اعمل جلوبال كارتيزيان كوردينيت في وجود الجرافيتي لان بالشكل ده كانت هتبقى معايا الايه الكريستوفل سيمبلز كانت هتبقى ايه بصفار وانا اي كان نوت هاف ذات فده زي ما انت شايف هنا الهندسه بتتاثر بالجرافيتي بشكل فاندمنتال مش ايه يعني الماده والانرجي دلوقتي بتجبرني على ان انا اعمل ايه على ان انا اعمل حاجات ما كنتش افكر اقدر اعملها قبل كده ماشي خلوني بس اعمل لكم حاجه ثانيه دلوقتي قبل ما ايه قبل ما نخش على شابتر 22 اللي هو ايه ابني هنشتغل على الكوره دلوقتي
نطلع الحاجات بتاعتها يعني التطبيق بقى على الحكايه دي. ده بقى شغل امتحانات يعني حاجات بقى ايه. الوقت اخباره ايه معانا؟ ليه هو بس المفروض بقى احنا بدانا متاخر. خلوني بس ايه خلص هي بتاعتها هي هتبقى. بص هخلص حاجه سريعه كده هخلص حاجه سريعه وكيف فضل 10 دقايق لان انا بدانا متاخر 10 دقايق. ايوه صح شكرا. ماشي كويس. لو عندك ال بس عشان علي كده ساعات يجي ايه يخطر في باله حاجه يطلع كده على طول ما بيستناش لما بسال. فماشي بس عشان بس حكايه التايم ولا لو انت عندك اكتر من تي او اكتر من يعني لو الثلاثه كلهم بوزيتيف كده مش الكون بتاعك مش هيسمح بانتشار الضوء صح تمام اوكي. فايه فده فيزيكس اوكي عارف ليه مش كده عشان عشان مش هيبقى بصفر بالظبط. فانت عشان تساوي صفر لازم ايه لازم ماشي اوكي اورايت. ودايما الديستنس يو كان اولويز هاف وان اوف ذم زيرو والاذر بيتغيروا. فعشان كده ايه فعشان كده ما تقدرش تعمل ده. المهم تعال بس نشوفوا ايه السفير الدي اس سكوير في السفير اهو ابلكيشن دي اس سكوير بتساوي ار سكوير دي ثيتا سكوير زائد ار سكوير ساين سكوير ثيتا دي فاي سكوير. فانت عندك المتريك بتاعتك جي ثيتا ثيتا بار سكوير وجي فاي فاي بار سكوير ساين سكوير ثيتا والجي ثيتا فاي بتساوي الجي فاي ثيتا بتساوي صفر. اوكي يا عم. المهم بقى انت عيش حياتك بقى وايه واستنتج الاتي بقى. ده طبعا انت في كذا طريقه انا علمتك استخدام مثلا ايه المعادله بتاعت two kinds of equations for the geodesic عشان تطلع الجاما. لكن انا ممكن على طول تطلعها من الديفينيشن. فانت هتقدر تثبت ان الجاما فاي ثيتا فاي بتساوي جاما فاي فاي ثيتا بتساوي كوتان ثيتا طبعا من الديفينيشن اللي هو جاما ميو نيو بتساوي نص جي ميو دلتا والحاجات بتاعتكم ديت. وانت عارف الايه الميو والدلتا او الحاجات دي بتبقى ثيتا وفاي وهو بتاع ده اسمه دياجونال. ف يعني المهم وطبعا ايه جي ثيتا ثيتا هتبقى 1 على ار سكوير وجي فاي فاي هتبقى 1 على ار سكوير ساين سكوير ثيتا الاثنين تحت عليها اوكي. وبعدين يا عم الجي فاي 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 هتساوي الجي فاي ثيتا ثيتا هتساوي صفر الجاما ثيتا 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 بصفر والجاما ثيتا فاي فاي بتساوي سالب ساين ثيتا كوساين فاي والجاما ثيتا ثيتا فاي بتساوي ايه بتساوي صفر. اوكي طب افرض بقى وانا بعمل في الامتحان غلطت ومش عارف ايه وبتاع هتحاسبني امال ايه ده لازم احاسب اوكي بيقول لي انا غلطت فيها غلطه بس وتنقصت عليها نص درجه والباقي المفروض لا يا اخويا خليك كافر بقى اوكي خليك كافر عشان ما تطلعش عيني وانا بصحح واتضايق منك واجي بقى مقطع الورق من الحاجات انت بقى تعيش حياتك بقى مش ايه. طيب بعد كده يا جميل بقى يلا بقى نجيبه ايه نجيبه الكارفتشر بقى خلاص اهو ار ثيتا فاي ثيتا فاي هتجد ان هي بتساوي سالب ار ثيتا فاي فاي ثيتا دي لا ينتطق فيها عن زائد اهو البتاعتين اللي ورا دول بتساوي سالب ار فاي ثيتا ثيتا فاي هتساوي زائد ار فاي ثيتا فاي ثيتا واخد بال حضرتك. وهتجد بقى ايه لان طبعا ديت انت عندك ار الفا بيتا ميو نيو الميو بتبقى تاخد ثيتا وفاي وكلهم يعني الحاجات دي تاخد ايه
ثيتا وفاي ماشي. الباقي بقى كله ايه؟ الباقي كله كله صفار، الباقي كله صفار. وزي ما انت شايف يعني how many independent component here؟ ها؟ how many independent component here؟ it's only one. اوكي اللي هي تاخد دي ترفيع 1A component، فانا هاخدها ايه اللي هي دي؟ احسبها بقى. r theta phi theta phi بتساوي g theta alpha r alpha phi theta alpha. اوكي ده التعريف، تعريف عادي يعني. فاحنا هنا ايه؟ علشان هو دياجونال ما قداميش غير مين؟ غير ان الالفا تساوي ايه؟ تساوي الثيتا. لو الالفا ساوت، لو الالفا ساوت فاي يعني هيبقى ايه؟ صفر. صفر مضروب في حاجه بصفر يبقى ماشي. يبقى جي ثيتا ثيتا ار ثيتا فاي ثيتا فاي زائد صفر، عشان ايه؟ عشان تبقى عارف انا عملت ايه. وبعدين جي ثيتا ثيتا انا مطلعها اهي يا جدع بكام؟ بار سكوير. يبقى ار سكوير. وبعدين نيجي نعرف بقى دي عباره عن ايه. اهو بص اهو، فاكرين لما كنا بنعرف الحاجات ده 1 2 3 4 يبقى ايه؟ 3 to 4 is positive 4 to 3 is not. ماشي متغاظ طبعا انت جدا مش عارف احنا بنعمل ايه. كده علي ثيتا جاما ثيتا فاي 4 زائد جاما ثيتا ثيتا ايتا جاما ايتا فاي 4 ماشي. ايتا دي بنجمع ناقص دي فاي جاما ثيتا فاي ثيتا ناقص جاما ثيتا فاي دلتا جاما دلتا فاي ثيتا. وطبعا ايه ايتا ودلتا بنجمع عليه ايتا ودلتا يعني ايتا ايه. فاول حاجه هنا دي هتبقى ايه؟ دي هتبقى بص الجاما فين الجاما؟ الجاما اللي فيها ثيتا فوق كلها بصفار، فديت خلاص ديت راحت. ماشي يا ولد؟ استنى كده هولد اون. لا استنى. لا هولد اون هولد اون. جاما ثيتا دي ثيتا ايتا ثيتا هتبقى مش بصفار. استنى بس استنى بس. بص جاما ثيتا، بص جاما اللي فيها ثيتا فوق وثيتا تحت، اللي فيها ثيتا فوق وواحده منهم ثيتا تحت بتبقى ايه؟ بتبقى بصفر. ماشي يا بابا؟ فديت لما دي تبقى ثيتا ودي ثيتا صفر، ولما تبقى فاي ثيتا فاي رخرة بايه؟ رخرة بصفر صح؟ يس. فيبقى فدي بصفر. وبعدين مفيش حاجه بتعتمد على الفاي اصلا، فديت بصفر. فيبقى اتفضل لي بقى من دول. يبقى ار تربيع التفاضل دي ثيتا لجاما ثيتا فاي فاي بسالب ساين ثيتا كوساين ايه ثيتا اللي هي ده ناقص جاما ثيتا فاي ثيتا جاما ثيتا فاي ثيتا ناقص جاما ثيتا فاي فاي جاما فاي فاي ثيتا. ما انا بكرر الدلتا دي ماشي يا حاج. ديت هتعطيني برضو ايه؟ صفر. واللي هي هتديني يبقى اذا بتساوي ايه؟ يبقى ار تربيع تفاضل ديت الاول في تفاضل الساين سالب ساين تفاضل كوساين بسالب ايه؟ تربيع ساين سكوير ناقص كوساين سكوير ثيتا زائد البتاع اللي هناك ديت بقى ايه؟ ساين ثيتا كوساين ثيتا في كوتان ايه؟ في كوتان ثيتا اهي هتديهم كوتان والناقص في الناقص بالزائد يبقى كده بقى ار تربيع ساين تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا زائد ديت كوساين تربيع ثيتا وتان كوساين على ساين دي تروح مع دي بصدر. يبقى دي راحت مع دي يبقى طلعت بار تربيع ساين تربيع ايه ثيتا. يبقى الار الكيرفتشر ار ثيتا فاي ثيتا فاي بتساوي ار تربيع ساين تربيع ثيتا. فاكرين لما علمتكم قلت لكم ان الكي جاوسيان كان بيساوي الار 1 2 1 2 على الديترمينانت اوف جي اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي ار تربيع ساين تربيع ثيتا على الديترمينانت اوف جي ار تربيع ضرب ار تربيع ساين تربيع ثيتا. دي تروح مع دي ودي تروح مع دي طلعت واحد على ار سكوير اللي احنا كنا قلنا عليها يعني. ماشي؟ ماشي. يبقى طب ريتشي تنسور بقى نجيبه ريتشي تنسور. ما انا ايه؟ هتلاقوا في احد المسائل كده في الامتحان
حدوته كده طويله واديك المتريك من الاول وتعيش حياتك بقى، اعمل حسابك على كده يعني. ما بغششكم اهو، عمركم شفتوا درس سنه رابعه بديكم امتحان قبل ما، طبعا عمره ما يجيب المساله دي ابدا. اوكي ريتشي تنسر. لا طبعا صدقنيش، انا بس بقول كده عشان الامانه، الامانه ان انا يستحيل ان انا افشي سر ال ماشي يا عم. يلا بقى ريتشي تنسر اهو، ار ثيتا ثيتا بتساوي جي الفا ميو ار الفا ثيتا ميو ثيتا. ان انا فاكرين يا ولد اهو. اوكي يعني خلي ديت مثلا بيتا ميو مثلا. اوكي ها بيتا ميو وادي بيتا ميو. ومش ده كده ريتشي سكيلر يا دكتور؟ ايوه ريتشي تنسر. يلا استنى ار يا في رجلين اهو، رجلين طالما في رجلين يبقى ما تقولش سكيلر، يبقى ار 0 0 ار ثيتا ثيتا بيساوي جي الفا ميو ار الفا ثيتا ميو ثيتا. ماشي عيش حياتك بقى اهو. انت عندك اللي هي الالفا ميو ده، هي الحاجات اللي عندي مين؟ الحاجات اللي عندي هما اتنين، يا ثيتا ثيتا يا فاي فار. فهيبقى بتساوي جي ثيتا ثيتا ار ثيتا ثيتا ميو ثيتا ثيتا اربع ثيتات زائد جي فاي فاي ار فاي ثيتا فاي ثيتا. دي بكام بالله عليك؟ ثيتا 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 هباله يعني. يبقى جي فاي فاي احنا عندنا الجي فاي فاي اللي هي الجي فاي فاي وادي الايه الار فاي ثيتا فاي ثيتا. والمهم يا عم تجيب هتجد ان الار فاي ثيتا بتساوي صفر والار فاي فاي هتساوي جي ثيتا ثيتا بار ثيتا فاي ثيتا فاي. حط بقى الكميات عندك هنا، هتجد ان ار ثيتا ثيتا بتساوي واحد على ار تربيع ساين تربيع ثيتا، ار تربيع ساين تربيع ثيتا بتساوي واحد، وار فاي فاي بتساوي واحد على ار تربيع في ار تربيع ساين تربيع ثيتا بتساوي ساين تربيع ثيتا. ده اللي هي ريتشي تنسر. طب ريتشي سكيلر بقى، ريتشي سكيلر اللي عبارة عن مين بقى؟ ايه؟ جي الفا بيتا ار الفا بيتا اللي هما جي ثيتا ثيتا ار ثيتا ثيتا زائد جي فاي فاي ار فاي فاي. وانت عندك ده وعندك ده، هتجد ان هي بتساوي 2 على ار تربيع. زي ما انت شايف ار تربيع يعني ايه؟ ده طلع مقدار ثابت صحيح هنا، لان الايه؟ لان الكيرفتشر ثابت، السفير الكيرفتشر بتاعها ثابت. لكن طبعا لو عند مثلا مساله البينات، فاكرين اللي هي بتاعت الفول السوداني دي؟ كانت هتبقى ايه فانكشن في الايه؟ في الكوردينيتس. ماشي؟ المهم ان هي يعني ايه؟ ما اتس نوت ا كونستانت، وانما ايه؟ انما فانكشن في الكوردينيت، ولكنها سكيلر ما بتتغيرش. ايه؟ عندكم وقت نتكلم بقى على على الرايت هاند سايد؟ ولا ايه؟ احنا البريك كده بدا يعني؟ بريك وانا طيب تعالوا بعد البريك حبه صغيره وبعدين هسيبكم يعني. ماشي؟ عايز دلوقتي ايه؟ زي ما قلت لكم الجايدنس بتاعنا هي معادله نيوتن. اوكي احنا الفتره اللي فاتت المحاضرات البسيطه اللي فاتت دي كان شغلنا كله على الايه؟ على الناحيه الشمال، ولقينا كانديديتس مهمه قوي وفيها تفاضلات من الدرجه الثانيه. لو تفتكروا لو احنا بندرس الايكويفالنس برينسيبل كان وجود البوتنشال فاي كان موجود في المتر، فاكرين يا ولاد؟ فلما انت تفاضل المتريك تعمل سكند ديفرنشيشن للمتريك كانك بتعمل سكند ديفرنشيشن للبوتنشال. ماشي؟ فالحاجات اللي فيها سكند ديفرنشيشن سو فار اللي هي مين ومين؟ اللي هي ريمان تنسور وريتشي تنسور وريتشي سكيلر. كل دول فيهم الايه السكند ريفيتيف بتاعت الايه بتاعت البوتنشال. كل دول ايه كانديديتس اكسلنت كانديديتس تو تو ريبليس ذا ليفت هاند سايد اوف ايه اوف نيوتن. انا بقى عايز اركز على الرايت هاند سايد، ان الكيرفتشر بتسببه الماده اوكي او الطاقه. هو ده السؤال بقى. يا ربي رودي رودي اللي بتسبب الكيرفتشر او بتسبب الجرافيتي هي الدنسيتي ولا الدنسيتي اوف ماتر ولا الدنسيتي اوف انرجي؟ اوكي سو رو
What is rho? It's a very important question. Is it density of matter? Of mass, يعني, or density, من عارف ان الماس could be converted into energy. Okay? That's a good question. Okay, so let us answer this question. Be thought experiment. مين استاذ thought experiment؟ اللي هو invented البتاع كله كله. فتعال نشوف هو كان بيفكر ازاي. وهو كان عارف في الوقت ده في السبيشال ثيوري ريلاتيفيتي المادة ممكن انها تتحول لطاقة. تبقى راديشن والراديشن مالوش ماس. اوكي؟ مالوش ريست ماس يعني. فبص كده تخيل كده الموقف ده. أنا عندي كده إيه؟ بوكس كده. البوكس ده يا سيدي أنا مليه ماتر وأنتي ماتر، إلكترونز وبوزيترونز. اوكي؟ والإلكترونز والبوزيترونز دول عمالين يجروا جوه وما بيخبطوش في بعض. انا فاصلهم بماجنتيك فيلد، مخلي ماجنتيك فيلد كده مثلا فيري هاي ماجنتيك فيلد، والبتاع ده عمال ايه يلف كده اهو، الكترونات وبوزيترونات، الكترونات وبوزيترونات، وكتير جدا يعني حدوته كبيره. اوكي، بحيث فيري هيوج ماس عندي هنا. اوكي، وبعدين يا سيدي ما له انت اهو ثوت اكسبيرمنت، عندي في الانفينيتي جزئين بارتكل. اوكي، نيوترال بارتكل يعني. اوكي، ديت ماس نيوتونيان، هتعمل ايه الماس؟ هتعمل ده ايه؟ اتراكتد. فهو بادئ من ريست، هيبدا يكتسب ايه؟ كاينتيك انرجي، كاينتيك انرجي، كاينتيك انرجي، كاينتيك انرجي، لحد ما يعدي على الشباك ده. الشباك ده قدامه شباك تاني، هيجي اهو معدي بسرعته كده اهو، زيه يجي ايه ماشي كده. اوكي، وهو ماشي وهو طالع بقى هيحصل ايه؟ هيحصل ليه ايه بقى؟ هو اكتسب كاينتيك انرجي، الماده دي هتعمل له ايه؟ هتفضل ايه؟ تقلل سرعته، تقلل سرعته، تقلل سرعته، لحد ما هيوصل الانفينيتي سرعته بكام؟ بصفر. قانون بقاء الطاقه، صح الكلام يا ولاد؟ اوكي؟ هو انا بقى السؤال بقى، هو مين اللي جذب الجسيم ده؟ الماده اللي جوه الصندوق ولا الطاقه بتاعتهم؟ اوكي؟ لو المادة هي المادة اللي هي الماس يعني بتاعت الإلكترونز والحاجات دي، لو المادة اللي هي السبب في الجذب، تعال نعمل التجربة دي. بمجرد إن الجسيم ده هو معدى الصندوق يا أولاد، turn off the magnetic field وخلي الإلكترونات تخبط في البوزيترونات تتحول لإيه؟ تتحول لفوتون. فالفوتونز بقت كده، واقفل أنت البتاع ده، فالفوتونز بقت هنا. هنا الانرجي بتاع السيستم ده اتغير؟ الانرجي ما اتغيرش، الماس هي اللي اتغيرت. الانرجي ما اتغيرش، الماس هي اللي اتغيرت. هنا بقى الجسيم ده هيحصل له ايه؟ لو الجسيم كان مجذوب بالماس هيفضل ماشي بسرعته وايه، ومش هتاثر عليه الايه، هيوصل للانفينيتي بطاقه عاليه جدا. لو كان مجذوب بالانرجي هيوصل للانفينيتي بايه؟ بصفر. يبقى انت you will save the conservation of energy if you admit the fact that ان اللي بيجذب ما هواش الماس وانما الانرجي، او الماس الانرجي اللي بما فيها الكاينتيك انرجي والانرجي الايكويفالنت للايه؟ للريست ماس. اوكي، يبقى اذا هنا الرو دي ما هياش density of mass وانما هي density of energy. يبقى اذا الرو must be energy density not mass density to save the conservation of energy. عايز تقول ايه؟ هو انا بس مش حاسس ان انا فهمت كويس يعني. طيب انا هقولها تاني، انا هقول تاني الارجمنت ده، ارجمنت فيري ديب. اوكي، الثوت اكسبيرمنت بتتكون من ايه؟ انا عندي بروتونز وانتي بروتونز. اوكي، عشان بروتون تقال يا سيدي، ها خلاص،
بروتونز وانتي بروتونز وبيجروا في سيركلز وبسرعات عالية جدا جدا جدا، وهم عددهم مثلا 10 أس ديشليون بروتون و10 أس ديشليون، يعني الماس هنا كأنها جالكسي مثلا ولا حاجة. اوكي حاجة very gravitating object. وانا بعدهم عن بعض بتاع ده اسمه ماجنتيك فيلد، ما يخبطوش في بعض يعني. وعرضت الجسيم اللي جاي من انفينيتي اللي هو النيوترال ده للسيستم ده، فسي هيجري كده اهو، كان ادريست كده اهو، فالجرافيتي الجرافيتيشنال فيلد هيبذل عليه الورك، هيكتسب كينيتيك انرجي فيري هاي كينيتيك انرجي هير، وهيعدي كده اهوت ويطلع هنا فيري كينيتيك انرجي هير، بس ده موجود وراه فهيعمل له ايه ديسيليريشن، فهيمشي يمشي يمشي لحد ما يوصل للانفينيتي بسرعه صفر. يبقى انا عندي كده ايه، بدات بجسيم سرعته صفر وسيستم، وانتهيت بجسيم سرعته صفر وسيستم، فده كونسرفيشن اوف انرجي. اوكي جود. نيجي بقى، طب انا دلوقتي انا عملت العمله دي، خليته بعد الجسيم معدى من الويند ده اهو، اوكي، خليت الايه، خليت الجسيمات خبطت في بعضها، اتحولت لايه، اتحولت لراديشن، بحيث الريست ماس بتاعها بقى اصفار، اوكي، بقى في فوتونز هنا، فوتونز كتيره قوي. فانا دلوقتي بقول ايه، لو كان اللي شادد الجسيم من الاول الطاقه، فالطاقه ثابته. لو كان اللي شادد الجسيم من الاول الطاقه، الطاقه كانت متكونه من ايه، الطاقه كانت متكونه من ام سي سكوير سيجما ام سي سكوير بلس كاينتيك انرجي، واخد بال حضرتك، بلس بوتنشال انرجي وما الى ذلك. فاذا ايه ده توتال انرجي، اوكي. فلو كان الجسيم دوت مجذوب بالتوتال انرجي، واخد بالك، فهنحتفظ بالايه، هنحتفظ بالقصه ثاني ان هو ايه، لو هو مجذوب بس بالكتله مش بالطاقه، واخد بالك، وانس ان الماده اتحولت لراديشن ملوش ماس، خلاص الجسيم طالع بسرعه عاليه خلاص ماشي زي الفل، سرعته مثلا 0.99 سي، وطالع هيفضل ب 0.99 سي الى انفينيتي، هيفضل واخد بالك. فاحنا فور اس تو طبعا ده مش بروف يعني، انا بقى كل ده، كل اللي انا بعمله ده انا بقول لك ذا واي ذا جاي واز ثينكينج، اوكي، بحاول افصل اخلي الرو دي تبقى ايه، الرو دي تبقى ايه، دنسيتي اوف ماس ولا دنسيتي اوف انرجي، فخليها دنسيتي اوف انرجي. تعالوا نشوف، طب لو دي دنسيتي اوف انرجي، حاجه بسيطه كده يعني، لو هي دنسيتي اوف انرجي، انا في الجرافيتي في الريلاتيفيتي قصدي، الدنسيتي دي بتساوي ايه، الدنسيتي دلوقتي دنسيتي اوف انرجي اوكي هتبقى ايه، انا مثلا لو انا عندي جسيمات مثلا كده، الانرجي بتاعتها بتساوي ايه، انرجي بتساوي ام الفا او ام جاما سي سكوير، صح يا اولاد، ام جاما سي سكوير، وعلى مثلا عددهم ام اللي موجود في وحده القوم على الفوليوم، that's what the density is. اوكي طب انا دلوقتي في اللورنس ترانسفورميشن للكميه دي، اللورنس ترانسفورميشن الكميه دي، يعني انا كنت في سيستم اهو، انا عندي السيستم ده، انا بتكلم دلوقتي على السيستم ده، السيستم اللي هو السورس اوف كيرفيتشر، السيستم ده مفروض اما اروح من 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 لورنس فريم للورنس فريم تاني، يعني انا مثلا في الانستنتينوس ريست فريم او اللوكال انيرشال فريم بتاع الجسيمات بتاعه السورس دي فيها ادريس، خلاص انسى التجربه دي بقى، انا بتكلم عن حاجه ثانيه دلوقتي، ادريس لو انا بمشي في فريم بيمشي، هنعمل ده بالتفصيل المره الجايه، امشي بسرعه بالنسبه له، الفوليوم هيحصل له ايه؟ هيحصل كونتراكشن، فالفوليوم بتاع الكونتراكشن هيحمل لي مين؟ هيحمل لي جاما، والانرجي لما بتتحول الانرجي بتتحول بجاما، ضيعوا بعض؟ لا مش ضيعوا بعض، الاثنين مضروبين في بعض، هيبقى الدنسيتي ده، يبقى الدنسيتي ات فريم 1 اللي هو ادريست مثلا او 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 اللي هو بيتحرك بسرعه في بالنسبه للفريم فريم 2 ها اللي هو ماشي ادي سيجما وادي سيجما برايم، فالدنسيتي عند سيجما برايم بتساوي الدنسيتي اوف انرجي ها عند السيجما مضروبه في جاما جاما، مضروبه في ايه؟
في جاما جاما يعني ايه؟ هنبص هنعمل ارجيومنت بقى معاكم المره الجايه بالديتيلز اللي هي ايه؟ ان حنابد الدنس ده اهي هتبقى the t t component of second rank tensor. انتوا فاكرين السكند رانك تنسور كان بيتحول ازاي؟ سكند رانك تنسور يعني مثلا لو تي الفا بيتا برايم يساوي ايه؟ دي اكس باي دي اكس برايم الفا دي اكس باي دي اكس برايم بيتا تي جاما دلتا جاما دلتا مش ده اللي فده واحد وده واحد فده لو التي تي التي تي هيبقى ده دي باي دي تي برايم ودي تي برايم فهتبص تلاقي لما تيجي تحول الجاما دي غير الجاما اللي انا بعملها خلاص جاما دي خليها ايتا لما تشوف الطاي التي علاقتها بالتي علاقتها بالتي برايم التي علاقتها بالتي برايم جاما هتساوي ايه جاما جاما في 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 التي برايم زي الحاجات فبص فهتبص تلاقي ايه هيديك جاما ويديك جاما تاني ف ذاتس واي طبعا ام جوينج تو يعني work out this more precisely المرة الجاية عايز اكتب كده فريش في المحاضرة وانا بديها واخد بالك ان انا هبص الاقي ان I have to replace this by a second rank tensor بدل الدنسي يبقى ال T component بص الكلام تبقى T T T بس ده second rank tensor ودي tensor equation هو في حاجة تكتب لي معادلة لكمبوننت منه لا يا اخوي ده انا هنيجي اعملها ايه هتبقى ميو نيو اينشتاين بيقول تبقى ميو نيو وهنثبت لك ان هو ايه سيمتريك فانا دلوقتي بدل الدنسيتي اوف انرجي والكلام بتاع نيوتن الخايب ده اللي بيصح بس في حالات السرعات البسيطه انا مفروض يكون معايا حاجه اسمها تي ميو نيو ده ستريس انرجي تنسور هنشرحه لكم بالتفصيل المره الجايه وازاي نعمله وي ويل واي از ات شود بي سيمتريك اند واي اولسو شود بي كونسيرفد بحيث يبقى لو ده الكلام ده مظبوط فانا لازم يكون عندي الناحيه الشمال ايه سكند رانك تنسور وسيمتريك سكند رانك تنسور وسيمتريك اللي هو مين الكانديديت ليها الكانديديت ليها مين ريتشي تنسور والجي الفا بيتا يعني مثلا يا اما يكون عندك مثلا الار بيتا نيو ومثلا زائد مثلا اي زائد بي جي بيتا نيو اوكي ده سيمتريك وده سيمتريك دول الحاجات اللي معايا بس هتساوي ثابت سي في تي ميو نيو Okay, that's how. This is the starting point of how to develop Einstein equation. Okay, فالمرة الجاية هركز أكتر بقى على الحتة دي. I will repeat my argument, but in a different way. Okay, عشان إيه؟ هنشتغل بقى في local inertial frame اللي هنكتب فيه إيه المعادلات وهتبقى بعد كده هنجد إن C دي هيبقى شكلها إيه؟ ال A دي هيبقى شكلها إيه؟ البي دي هيبقى شكلها ايه اللي على اساسه هنكتب ايه هنكتب طبعا كمان ممكن زائد ار ار جي ميو نيو او جي بيتا نيو يعني دي بي تبقى ثابت وممكن ار دي تبقى مين فانكشن برضو اللي هي مين ريتشي تنسور ريتشي بتاع ده اسمه سكيلر ريتشي سكيلر فعندي كذا فعندي كذا حاجه دلوقتي ايه الاخ بقى محمد بص يا محمد او بقى لما الماده بقى او الماده او الانرجي دي تبقى صفر في الباكيوم البتاع ده يبقى صفر لو ده البتاع ده يبقى صفر كل ده هيبقى صفر اقدر اثبت لك ان ده لوحده يبقى صفر اوكي بالضرب مثلا في جي بيتا نيو وتجمع على كله هيساوي صفر مع بحيث ده يبقى المعادله اللي لما الناحيه الشمال تساوي صفر يبقى الريتشي تنسور يساوي صفر اوكي هنعملها تاني هنعمل الحكايه دي تاني That's how we are going to develop وده كده هنخش على شابتر ايه؟ شابتر 22 of our 10